شايفة مين أحسن ممثل وأحسن ممثلة في رمضان؟ حمادة هلال وسهر الصايغ. وأحسن مسلسل إيه؟ المداح. مصطفى شعبان ومرنا نور الدين. إيه أحسن مسلسل؟ دايما عامر. شايف مسلسل أحمد مكي، مسلسل الكبير. أحسن مسلسل بالنسبة لي مسلسل الكبير. أما أحسن ممثلة فلاقي في مسلسل المداح الممثلة هبة مجدي. أحسن ممثل آسر ياسين، عامل مسلسل قوي قوي بصراحة. وتوبة عمرو سعد، والممثلة اللي هي طالعة البطلة معايا أسماء أبو اليزيد على ما أفتكر يعني. أحسن ممثل مربوحة في الكبير قوي، وأحسن ممثل أحمد مكي، وأحسن مسلسل الكبير قوي يعني. ده بالنسبة لي أحسن مسلسل في رمضان. وكان ممثل كوميدي أحمد مكي ومربوحة في المسلسل الكبير. وكان ممثل دراما ويعني حاجات دي يبقى أحمد ياسر جلال. أفضل مسلسل دراما اختيار، والكوميدي الكبير قوي. أحسن ممثل أحمد مكي في الكبير قوي، عامل دور مميز جدا. أحسن ممثلة هو في كتير، بس اللي لفتت نظري برضو لأنها وجه صاعد برضو مربوحة، أنا مش عارف اسمها بالظبط إيه، رحمة أعتقد اسمها، رحمة اللي طالعة بدور مربوحة في الكبير قوي. آسر ياسين أحسن ممثل. ممثلة بقى يعني روجينا، هي بتلعب أدوار القتل دي حلوة قوي صراحة. وأحسن مسلسل في رمضان إيه؟ هو من وجهة نظري ما فيش حاجة حلوة قوي، بس سوتس أحسن حاجة علشان هو أصلا تقليد لإنجليش، بس هو يعني يعتبر أحسن حاجة اتعملت. أحسن ممثل ممكن يبقى آسر ياسين، وأحسن ممثلة تبقى ليلى علوي وبس يعني. وأحسن مسلسل في رمضان إيه؟ مين قال، علشان هو بيتكلم عن التينيجرز وكده، وإن هم إزاي بيواجهوا مشاكل الناس ما بتهتمش بيها قوي.